إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الدلالة في النار. عن أبي عمرو وكيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أهدا خيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أخرجه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصل لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نجدك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. تمام تعريفات تسخالك كائنات مالك يرزو السماوات السلوم يمسن في دست مبارك صدر تمام أمور الانتظام يمسو يسع تمسكر بزر بيعطاء تمسكر إيمان وعمل أرفام فراسة ستسوچيز كده ستاء تم نمت سيد نماز اسفر بردغاري عالمين يس نيمت يس فهم فراسة الله تعالى اسفره نكهن تدهت ار يمسو يسه
گمراه کرد. دمیش اگر که هند هدایت دید که آر یه میسیه بسیرت و بسارت تباه کرد. دنیا که هند طاقت هند دمیش هدایت اسمان سنید که الله تعالى نبي آخر الزمان صلى الله عليه وصحابه وسلم سكم دبعا قل رسول الله صلى الله عليه وصحابه وسلم إن الفضل في يده الله زبان يسفزل بزرغي ستشرف الله تعالى صلى دست قدرة صلى دست مبارك صلى الله يؤتيه من يشاء يمس خشك استمسك الساعات والله واسي عليم الله تعالى ستا غصت والت عليم زانا امام ابن كثير رحمه الله كرم بيان الامور كلها تحت تصريفه ام تمام مو ام اختصرف تصار يحكم الحاكمين اختار صدر يمس أحكم الحاكمين كريعتا سنيمة وهو الموت سوش جنوة المانه سوش تشين الوا يمس خشك سستمس كر مهرومي عطا تمس كر نسنيمة عطا كي فزلت إناية عطا كي يمن على ما يشاء بالإيمان والعلم أب يمس خشك سستمس تمس کرنی منت عطا احسان عطا تمس کرن ایمان عطا تمس کرن علم عطا تمس کرن فراست عطا مکمل فراست عطا و یزل من یشا یمس خوش کسس تمس کر سلت بودا تمس کر گمرهین دلدل المزمسلات و یومی بسره بصیرته خوش گسر کنسی کر بصیرت دبا کنسی کر اشن خواست دبا کنسی کر هدایت بصیرت دبا و یختم على قلبه و سمیم خوش گسر تمسید سین سپر لگای مهر احکم الحاکمین سن تصور متائز و سمیه تمسید قنن پر لگای مهر اللہ تعالی سن هدایت آغاز دیسن بوزن کے این ساری چیز احکم الحاکمین سن دست مبارک سن رو یمس خوش کسی از تمس کرید عزت عطا یمس خوش کسی از تمس کر سلت مسلط دنیا که هم تی طاقت اکنی تمس ونید که از رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی از دعا مگا فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَ عَلَيْهِ اے اللہ سوچک فرست دن وہ اس سے پڑھے گنی کہنٹ حکم چلا گئے تو فَإِنَّكَ تَقْزِ سوچک فرست دن وہ حکم چلا من وہ وَلَا يُقْزَ عَلَيْهِ سے پڑھے گنی کہنٹ فرست دے تو وَلَا يَجِلُّ مَنْ وَعَلَيْهِ اے اللہ سکست زلیل کے یمس دوست بنخ یمس پشت فنا بنخ اے اللہ سکست زلیل زام وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَئِ یمس دشمن بنو سہیکن عزت حاصل کرت کے یمس شخص از اللہ تعالی سمانت گئے فضلت احسان کو عطا کرم کریمیت مسائل تنسی اللہ تعالیٰ سن فضلت عیسا اور یہ بصیرت یہ من شخص سن بنے یہ من شخص سی بصیرت تباہ و برباد گئے اور یہ بصیرت و بصارت یہ تخامہ سن
يمس فرد الشين آي سخام چه هدايتش محروم روزا سخام باش نسلة رسوه هند المسائل نشكي دات خامس سلة تدل رسوه تدل دات خامس انتهاي مسائب مشكلات تدل دات خامس الله تعالى سنصرف سزيك مسائل تدل يتخامس بصيرة ختم جاي بصارة ختم جاي يتخامس اتشين سخام شن رسوهين المسائل مش بچان كي سو انسان هيك نسلت رسوهين المسائل مش بچت كي ات بصيرة تست بصارة تست صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اخوئی چیز سبو تقوا یت مدل بار بار حکم الحاکمین فرمان تقوا بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی مسلم آیاتنا تلاوت فرمان یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اتقوا ربکم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا دار بارس رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم نسيت برامكم الفاظ كرن بيا أري تقوى يسأل الله تعالى مؤمن الشبراء ان تقوى كبكا جون فسيرة روزن سهيكي جون فسارة روزن سهيكي چون هدایت روزن صحیح که چون نظر آسن صحیح که چون خیالات آسن صحیح که چون دماغ مسائل آسن صحیح که چون خیالات آسن صحیح که چون مزاج آسن صحیح که چون خلوت جلوت مسائل آسن صحیح که چون پلاننگ آسن صحیح که ایت اسکال اسن تخواس اللہ تعالی فرمو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے اللہ تعالیٰ اس رسول اس پاس کرن والے ان تتقوا اللہ ان تتقوا اللہ ان حرف شرطیا اگر تو تقویٰ کرو حسل یہ تقویٰ یہ انرجی یہ قوت اللہ تعالیٰ فرمو یجل لکم فرقانا بکرت فرقانا تا ویکفر انکم سیئاتکم تم دیمت خنا حسل تم دیمت خرافی حسل الله تعالى متعايت من تخواه كبركات ويغفر لكم دون خلهن كري الله تعالى مغفرت والله ذو الفضل العظيم الله تعالى سر فضل والت عزمت والت حافظ ابن جوزي رحمه الله بيان فرما يا آيات أمة مسلمة انتهاي زبردست مسيج دبار يوس انسان يا سانجو خمرة هي زن وطن مزير انت مسفزي انرجي حاصل كرن سوق تقوى امام ابن كثير رحمه الله كرن بيا قال ابن اسحاق فرقان فرقان كتشوانا اي فضلا بين الحق والباطل يسحق السبيت الاسفر خاص كرا يمسي الله تعالى ينعه تسكرن هتا يمسي الله تعالى بشيرة آميس نظر اسكرن هتا فرماون يمساد الإنسان تقوى جهاز الكراء كمسود بفعل أوامره وترك زواجره يمساد الله تعالى فرماو استبهكم ين بني سندق يدو يتمدلك رب العالمين فرماو امش رزدو او انسان تمساد روزان دو الله تعالى سنحكم بجا ان خطر او تمساد امش بربر جغار يالمي تقويش نيمت كرناتا امفت فرماو وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب نصره ونجاته فرمان الله تعالى شمس ام انام كرناتا امش الله تعالى معرفة كرناتا امش پروردگار عالمين سن نظر كرناتا امش پروردگار عالمين سن فکر كرناتا يمكن وجه سن پروردگار عالمين سن نظر كرت حكست بيتر سي فرح كرام جاسا امش الله تعالى تمك توفيق كرناتا فكان ذلك سبب اور یہاں اس تقوی یہاں
علیہ السلام یم کی وجہ سے انسانس اللہ تعالی نصرت کران چاہتا یم کی وجہ سے انسانس پروردگار عالمین ان پر نجات مسائل کران چاہتا فرن پچ انسانس امس کرا تیم مسائل مزا من امور دنیا دنیا اس مزی مسائل آسو تم نسوی بچا وسادت یوم القیامہ قیامت اس اندر سوی مسادت تک مسائل ویلا دوست رفیقا یہ تخوی اس مسلمان ضروری حاصل کرنا اس امت مسلم اس من ناو سکری قوت ضروری حاصل اور رمضان مبارک بار بار امت مسلم اس پڑی بار یہ مسیج ہے کتب علیکم السیاح کما کتب علی اللذین من قبل قوم اے امت مسلمہ کوئی پرد بہت یہ امت آستی من پتا آوی فرض روز کرو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طيب رونتوس تمن تاوس وجا تمن اوس قوة حاصل كرن مروز الهنزري اي امة مسلمة طيب تشس قوة حاصل كرن لعلكم تتقون تاكي طيب تشس تخوى حاصل قوية مكسب يمشي سجيز آسا كم شو آسا ضرورة عبادتك انسان روز مسبور ریش چھ ضرورت انسان روز زندہ بنی سہن و عیال اس خاطر اللہ تعالیٰ سن فندگی خاطر مگر ہمس انسان اس ضرورت مقصد بنے ہو سہر اس ضرورت سہر چھن روزن خاطر ضروری کے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اسن برکت امیش انسان سند روزن خاطری ضروری اگر امیش سهر بنو مقصد شمیس روز مقصد شمیس تقوار مقصد شمیس اللہ تعالی سنس فرما برداری مقصد شمیس محمد عربی سنس اطاعت اور یہ شخص ضرورت مقصد بنو سو انسان کو تبا تم سن بصیرت کے تبا تم سن نظر کے تبا تم سن عقید کو تبا یمی ضرورت مقصد بنا دنیا چھو ضرورت مقصد چھو نکے دنیا چھو ضرورت آخرت کی خاطر آخرت چھو مقصد دنیا چھو ضرورت مقصد حاصل کرن خاطر روزن ہن مقصد چی ہوئی تقوی اگر مقصد حاصل گو نکے اگر مقصد ایک مسائل سمجھ آئینے کے انسان چھو تبا انسان سن بصیر تبا رب العالمین فرماوان یا جلکن نورا تمشون بہی سور حدید اسم اللہ تعالیٰ کرن بیا اگر تی تقوی کریو حاصل یا جلکن نورا اللہ تعالیٰ کریو تی نور عطا تمشون بہی یک نور اس بٹ پر تی پکی پتس یمکہ یم نور کی ذریعہ سو تی پکا شیخ جزائری رحمہ اللہ حفظہ اللہ عیسر تفاشیر اس مذکران بیان فرماؤن یمس اللہ تعالی تقویٰ کرن چاہتا یمس نور اللہ تعالی کرنا تا کہ از اللہ تعالی کو رکت بدل استعمال یہ کرن اللہ تعالی استعمال یجلکم تخواہ یجلکم فرقان یہ کر پروردگار استعمال یجلکم نورا تقویٰ مقصد چی نور اور یمس شخص اس نور حاصل غونی کیا ہے یہ روشنی کا انہیں حاصل کیا ہے سیکنی ان دنیا کے مسائل مصبکت صحیح پڑھ کے سیکنی تاریخ کے مسائل مصبکت زندگی گزارت کے اتمس کری اللہ تعالیٰ سے زبندگی حسن تمشون بہی یم کی ذریعہ تی پکیو شیخ جزائری رحمہ اللہ کرن بیاد دنیا اس مسئلے میں سو چیز یم کی وجہ سو ہدایت الہی یم اس عطا کسے یم کی مطابق پن زندگی بسر کری دنیا سندر اور آخرت اس مز کرس پر وردگاری عالمین پل سرات اس پر سنور آتا یا تو نور اس یم نور کی ذریعے پل سرات اس پر پار کس ایتن مونی ناسن بکا اور منافق آسن فرما منافق آسن منان ذرا ٹھور تو اسلی جتو یہ خوش اسلی تو رہوی مومن منان دن ساتن یشن یہ دی میلان کے تو کسی واپس دنیا آسن تو رشتہ تے حسن کسا مگر موت
یمیس ماه داد تمیز زندگی اینی بی باک زندگی. راش نیست دنیا از مسافر کردن است تقوا. یه موت که بعد حاصل نیی هستی. اس نیمت کو، اس ازمت کو، اس فکر کو، اس روشنی کو دنیا ہی میں حاصل کرو. اگر انسان بصیرت آمیز نظر رکھتا ہے، بصارت آمیز دل رکھتا ہے، اس کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے، ان حالات میں وہ اپنی زندگی کو سدھارے، سو سمجھائے اپنی زندگی محاسبہ کرے کہ وہ تو گئے زدو وہ تو گئے تو وہ تو گئے سیام سدو میں نے زندگی مزایا روشنی کے لئے. اور یہ تقویٰ یہ دخانج ابن رجب رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم صدر طلق بن حبیب سنسکا یستعبی شعصا فرمان تقویٰ ان تعمل بطاعت اللہ على نور من اللہ وترجو سباب اللہ. تقویٰ شوانان اللہ تعالیٰ سن اطاعت کرن تم سن ہدایت روشنی اللہ اشن قلت حاصل لبن کے مسمل تقویٰ یشون پامه نماز خنجر تو نماز اشکارین مسائل فوت که مسمل تقوا یشون خانش قبرستان اسم صاحبی قبر است نجبون قشب قبول مزای فاصل کردن مسمل تقوا فرمان نانا الانام النور على نور من الله الله تعالى سن هدایت کروشی مسکرین حسن و ترجو سراب الله اور الله تعالى سن اشترین ومید سرابت وأن تترك معصية الله فرمان يتراين الله تعالى سن معصية على نور من الله الله تعالى سن هداية كروشني كسي شنو سن مستكى امش بن اكابر بن عار امش بن بير حزرات كرم رعار سكر فيت رسول يتفاتر اشباكو يتفاتر اشبانو يتفاتر سبيز فلان جاوي چكسن خيالات خيالات دور چکر یہ مسائل فو چکس میں یہ مسائل دو فرمانی شن صحیح کے تکوک مناشی ہوئے ان تترک معصیت اللہ چترا اللہ تعالیٰ سن بغاوت الا نور من اللہ اللہ تعالیٰ سن ہدایت کی روشنی دو بل مسائل ہن زرینی کے بلکہ صرف اکی زری سبو اللہ تعالیٰ سن ہدایت اس روشنی ہم ساتن ایمان يمسد قرآن مجيد روشني يا إنسان السلام يمسد محمد يا ربي سن حكم أحسن إيمان تخاف عقاب الله أر الله تعالى سن السزاز خوص يبو التقوى عمر بن عبد العزيز عمر الثاني رحمه الله يمس ديم عمر اسمنا يمس تاريخا له بوسم خليفة خليفة المسلمين يا عمر بن عبد العزيز دبان ليس تخوى الله في صيام النهار تقوى قنر دوست روز توني ولا بس ولا بقيام الليل راك ترابية فرن قيام الليل كرم والتخليط فيما بين ذلك على الدرميان يسخلط ملت كرنا بيهوش تقوى فرمان شنو تقوى كي ولكن تقوى الله ولكن تقوى الله فرمان تقوى صرف سوي تترك ما حرم الله يا الله تعالى حرام فرموش سكري بانس نفتو وترك ما حرم الله یت اللہ تعالیٰ بین لگو یہ کیز نکے یت اللہ تعالیٰ بین لگو یہ چیز کرزن استعمال کے یت اللہ تعالیٰ بین لگو یہ اگیر ترزن کے یت دوران سیام است مزین است توحید سمجھان کے سیام است مزین است اللہ تعالیٰ سنس پر سکون سمجھان کے توحید جس انسان است امت است پور امت اس عزت عطا کرانا سار اس انسان اس میار کرانا تا ان شخص رمضان مبارک سندر یہ توحید سمجھانے کے تم سندھی خطر چھ مصیبت تم سندھی خطر حسنت تم سندھی خطر تاب کہ اس توحید کی بغار چن کرن کی عمل قبول یہ مثل یہ رمضان مبارک شرک سن نفرت گئی نفرد کے یت اللہ تعالیٰ بین لگو مساوس اوکن گئی سنکے کنس منسنی میں بگو کنس مطلق عاش تیزنی میں بگو بداتن مطلق یہ مسیت رمضان مبارک اسم نفرت گئی نفرد کے تیمس مصیبت یا
جس میں قرآن و سنت کے صحیح منہ جس کو نام گئے سلف الصالحین اس طریقے سے سمجھ یعنی سمجھانو یعنی سمجھانو دین آو تم سمجھنے کے تم سے خطر چھ مصیبت مصیبت یس دکان صحابہ نام دین سمجھ کے مش سمجھ جواب یس دکان تو رسول کا وینا سس کا ایک طرف اثر بہتر پچ پن انٹرپریٹیشن ایک مسائل دے باب بہتر پچ مش پن فهم بنانے شن صحیح کے ایک طرف محمد عربی صاحباس ایک طرف رسول رحمت سن الفاظ یت اللہ تعالی فرمو ہے لکو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى عمر بن عبد العزيز قرار بيار ترك ما حرم الله يا الله تعالى حرام اشكر مسكري ترك وعدا ما افترز الله سو چيز كري عدا يس الله تعالى نمس پر فرض پر مطاوس توحيد نماز يمس رمضان مبارك اسبا جماعتك مسائل آي رسول قائنات فرمان صلى الله عليه وصحابه وسلم شيخ الباني صحيح ترغيب وترهيب اسم زي الفاظ کر بیان رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم فرمو ان شخص سچی دہن چچن دہن برابر نماز فر امام سو رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم فرمو ام لب تکبیر تحریما رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم فرمو كتب له براتان الله تعالى شئ من سبرات لخان برات من النار برات من النفاق الله تعالى شئ من جهنم کی آزادی اس برات کرنا تا امس پاک پروردگار نفاق مرض مسائل دور کرا امس الله تعالى نفاق مرض کر نفود کے مسلمانو ترتهن دون مستقل عبادا اور یہ ہو چھو بجا یہ ہو چھو بجا یہ مس رمضان سمجھان کے رمضان پتہ حکمت میں زمانت کے مسائل سمجھت کے یہ مس رمضان کے مسائل تقوق مسائل سمجھان کے امس آس فجر وادان امس آس خوب گسان یا اس اوٹ بج ندر خطر تیار کسا آبتا فجر آس نیم اس مانو بھائی يا رسول الله من صلى الله عليه وصحابه وسلم فرمى أسخرة صار يخد سقط ترين بكوب جيس شو يس منافق اس غصار اور منافق سن مرس تم ساتن نون نرا تم اس انسان سن خلط قول كيش تم ساتن نون نرا يم سد رسول قائنات فرمو ام اس غصنو زجيس غوب زنناز غوب زنیمت غوب سدو فجرش نماز فرمو بي اشيش نماز ام ساز غوب غصار اور تم سات ام اس انسان سن اندرمه خصلت من نرى نرى يعني مش مرزا سو يهيك نكرون دي وجد رسول كائناتون اگر يوشو ناسو امس تستكرو مرز كيو امس قص حالات شامون من هنز استس مزرا اقنشاني فرمو كي هاي فرمو رسول كائنات فرمو صلى الله عليه وسلم امس شي غب قصا ارمو من الشعاز يزرون كرندو رمضان مبارك فتح ساني سنبل يند آخری سيام هكي اوسلا عز كبير مسلمان عراق مسلمان نوجوان کرین اراد مسلمان بچی کرین اراد ماجد بنی کرین مستقل مزاجی ہم مسائل پنی زندگی اندر یل دبانگ اس کسا حیل الصلاة حیل الفلوک مسائل اصنا سال تم ساتا ساری کاربار سانی زندگی پر حرام سون ساری نفاس نقصان صدر اس کرن سبرداش تم سات اخرت نقصان اس سال تم سات رو سوری ساسو حیل الفلاس تم ساتا لبے کرام امتى خان ابن رجب الحنبلي رحمه الله فرمان اصل التقوى فرمان تقوى كتشوالا تقوى كتفرقا فرمان اي يعلم عبد ما يتقى ثم يتقي فرمان تقوى بنيات شهو بندو يشو سزاي كمي چيز مشو مبجو او سبجي ايش بصيرة اگر بزنس مین اسی لوگ پتا یہ چیز کر میں کاٹا یہ کر میں نقصان امس بصیرت چامیز انتہائی زبردست ات مسئلہ صدر امس بزنس مین اسی سمجھ آنے کے یہ چیز اندو پر نزد خان صدر یہ بکا نہ بکا یہ میں کر میں مشکلات مزا یہ اگر یہ کنس فرم سے تتفوڑ دیل کر اس فرم صحیح آسنے کے یہ مسیب امس انسان اسی بصیرت آسنے کے یہ نظر آسنے کے یہ ابن نقصان اس بچت کے ابن رجب الحملي رحمه الله كرر بيان اصل التقوى فرمان تقوك اصل مصدشي هوي انسان زاني ما يتقى ثم يتقي كم تشيز نيشو باتو نياس باتا مؤمن كريتي فايسبح
يم دنيا اسم مسائل لغانا دنيا اسم جم خرافاتك مسائل لغانا تمي شقيقة يوح شو ماني إيمان كالساب لخطرة كن ماني إيمان كالنقصان كخطرة رسول صلى الله عليه وصحابي وسلم فرمو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وصحابي وسلم بيان فرمو واكي رسول صلى الله عليه وصحابي وسلم إرشادات يم رسول كائنات صلى الله عليه وصحابي وسلم فرمو يفرمو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وصحابي وسلم فرمو يستخراج إيش انتهاي زبردست جيس فرمو قاتو كمان دنيا مسائل دنيش لذات اتو كمان دنيش رامي كي تسبسالي اتو كمان دنيش مسائل تو يستقا چاند اس دنيا بنانا ام پت فرمو اتو كمان مستوحاتن فتنة زنن فتنة چاة تخراس كوا ان ابي سيد الخضري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وصحابه وسلم قال إن الدنيا خلوة وخزرة فرموا الدنيا حلوة ميوت مدر خزرة سبزار إنسان سل سبزار اسكو نظر كبانش إنسان سل نظر شتقني قصار وإن الله مستلق فيها الله تعالى بنايت الدنيا اسكو خليفة تدتنا الله تعالى قوة تطا فينظر كيف تعملون سالله تعالى شو يسان موزن سالله تعالى شو يسان بوچن كيف تعملون آپ کیا کرو گے اس دنیا میں آپ کون سی عمل کرو گے یہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گا یہ دنیا کے فتنے اپنے آپ کو اپنے اندر سمیٹے گا یہ دنیا کرے تباہ تو برباد فتقو دنیا اس دنیا سے ڈرو وتقو النساء زنانی اس فتنے سے کوسو اور عورتوں کے فتنوں سے ڈرو فإن أول فتنة بني إسرائيل بني إسرائيل میں جو فتنة برپا ہوا كانت في النساء سبو زنان نہیں نظری بني إسرائيل استباه اس غنتی تم ساتن بجے اس ترنگ پائنٹوس بنیادی پائنٹوس بنیادی نقطہ آغاز اس بني إسرائيل استباه غصور رسول صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم فرمو سبو مصدرات نہیں نظری امام مسلم رحمه الله كرم بيان شيخ السمين رحمه الله كرم بيان اتحديث الشرح فرمان بالتقوى بعد ان سكر حال الدنيا فرمان تقوى فتكو رسول رحمه الله بيان فتكو الدنيا فرمان دنيا سكوزو فرمان دنيا يسلوى يتمز لزج متاج امفت خزيا يسبزار يلين دنوى يشيز شكسان كن جاي جماع اخش سبزاري كسار اسو رانو چی غصار ڈیکوریٹڈ مسائل چی غصار ان پت لذت تا چیز اس بز آسان انسان اس چی کشش کران چی بس میں کو امیج مسان لوگ کیا چی غصان ایک اس کرشن پہلگان گل مرد سبزار اور سبزارن سوچ تک کورن اقتلاد کنس غیر محرم سسخور مشتا چی لذت میرا امسن غسل شیش تن سادا میتا استلا ایک طرف شن سبزار تا آبشار آسن کھینچا بے طرف شن سکور رکس آسن کھینچا بے طرف شن سکور مشجراب حسن دود کھینچا ناسا یل دنوائی ملان شکن سادا یل سبزار تا آسا سا یہ جو حسن جمالوش پائی کر ایک مسائل آسن آسان اور انسان اس میں غسلنے کے لیے تیار ہوتا ہے انسان اس تم ساتن موت تقواسی آسا امسن بصیرت ختم گسا امسن بصارت ختم گسا نبی اکر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وسلم فرمو یمن دنیا کے مسائل مخوزو یم کرنو تباہو برباد یم آدنانو تت مقام اس کرتوئے یہ تسران کی ختم گسو یہ تقویش ران کی اللہ تعالیٰ نے قرمت ستا عطا یہ کرو تے اللہ تعالیٰ سن کن سبت ختم یہ کرو تے آخرت کن سبت ختم یہ وجہ ست رسول کائنات فرماو یہ دنیا کو محبت انسان اس اج گسان زیادہ زیادہ رسول رحمت فرماو سا صبح خود یہ انسان اس قیامت کی فتنہ آسن قیامت نشانی فرماو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم یہ انسان اس اس تران فکر کے مال کا پرش میں یہ حلال سے آتا ہے حرام سے آتا ہے دنیا کی رونقی حاصل کرنے کے لیے مال کے مسائل میں انسان اس طرح مبتلا ہوتا ہے
امسن معلوم يا حسن بكيف تسكر عارف يلزا رسول صلى الله عليه وسلم صحابي وسلم فرماو قيامة صدر تيت سكالس امسن سكاد من سينا اكت حلان كا إشارة جمكي يكن حلار فن قدم كي لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسلان خمس يتسكارس نمس باستن جيزن متلك سرالي لكرنكي أكفر ما رسول رحمة صلى الله عليه وسلم من أين اكتسبه ما يسوسيك بركمو وفيما أنفقه يكت بركرت كرش ما لبالو كنش من الرئيستو ناس بوش سمين أوري أوري كرنكي بطهو إلبر كرس إن لله وإنا إليه راجعون كم سن خطر كرا ما أوتش سبارا بار بار شو سماتك مسائل يبا كن ساعت كم زوري المسائل يبا كن ساعت سبماري المسائل تتفاج هم الكرا يأتي لاس تخم المسائل بعسان شيء كي بس ماني سن بقول لاس المسائل أي إنسان كم خطر كم خطر شو استلهي بني سن ذي خطر كرا نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم صحابي وسلم فرمو كفرمو كي دنيا إش إنسان ستان إش موت إكس إنسان استخباطي خطرة إمس إنسان بس أت دنيا إش بحروس دنيا كن مسائل إش بحروس إم دنيا كن مسائل إمس بربادي برباتنا إم سي أنداز مس دنيا كن مسائل أصلا كي إمس بس تمن جزء إش بحروس إمس نسل تبجح كاس مال أجر نسيه أصلا كي إمس نبجح لكي هو مال امسن بچس لگی ہو چیز امسن دی دربا برباد گس امسن نسل گس تباہ ہو برباد امسن نسل گر ام سی ام اس پت امسن عزت اس پامال امسن عزت اس کر سلزیر امسن دس مقام اس مت ربت یہ ہو نچی پتس رابی حدیث کرم بیر ابو سید الخدری رضی اللہ تعالی ان رجل جا فقال سألت اما سألت عنه أبو سيد الخدري قرر بيان أكشك سعر يا منش امكر من سعر ميكر أزبسي أي أبو سيد الخدري دمس أبو سيد الخدري قرر بيان سألت أما سألت عنه رسول الله يسمى مسيح قرآن يسمى سعر قرآن ميكر أزبسي مسلس مطلق ميكر جوه سعر تبون رسول كائنا بس يسمى منام چون ميكر أدبار اسم مسيح مجمون رسول كائنا بس يا رسول الله تلاس ممن تاني السباب وكتباب تلاسات متلي كرتاز من نسير يا رسول الله رسول صلى الله عليه وصحابه وسلم فرمومي تتمسد اسم متلي اوسيك بتقوى الله بسط فسيت كران تقوى الله تعالى سن تقوى كريو هاسل فإنه الرأس كل وكل شيء هر كني چيز بنيات شيه تقوى تعام چيزا نس بنيات اگر یہ خوف ہو اللہ تعالیٰ سن امیش آخرت خوف آسا اگر آخرت خوف ہو امیش سوال و جواب کنس کوری کنس انبینی حکنی تٹ کرد کے امیش نظر حکنی حرام اس من ملوز گسد کے اگر کن جائے امیش غام اس من خطا امیش دل شاسن درفا امیش دل شاسن تمساتن بے کرا برابر دي تفاوح يتبر نبي سنس دربار السخاتون آي طهرني يا رسول الله مكر تطاق ميزو قناه يا رسول الله مكر تطاق يشتقى امس اسبت آخرة اسمه شو سزا شن سنين برچ على عتي امانة اسقطك رو خيانة امشن يسان برچ على عتي سن مسائل قسن خراب نبي آخر الزمان صلى الله عليه وصحابه وسلم فرموا ام بتوصيك بتقوى الله فإنه الرأس كل شيء كل شيء تخواش الله تعالى سنت استخوا يشحرك جيز بنيار وعليك بالجهاد الله تعالى سنت دينك خاطر كرجة فن سندك ضيار علي كلمة الله خاطر فن كرجة فن خون قاد فن إيم كرجة صحيح فن سندك كرجة ضيار أبغى أستر فيك يتقام السيتيز مشدرا يم دين أنت مش إزة كراتا يم دين أنت مش فراسة كراتا يم دين أنت مش بن تقوى كراتا يم دين أنت مش أروج كراتا سشخص
يمس إنسان سيدرني فكري كي دينك مسائل أصن خراب كسال دينك المسائل نستعس طابر طور هم كرنيران دينك مسلا أصن تنسات زليل الرصفة كرنيران أمة القوم اسمة أستار كاتار كرنيران أمة الشباب الزنا صدر شراب أصن ملبس كرنيران تنسات أصن إنسان باجد القلب ساكت اللسان يا ستند اللسان أصن بشار ياسن بول خاطر تيار كي رمضان مبارك اسن دو شراب جن خاطر اسن لك تيار غادن من نسع ناسع الشراب كي نش اسم زاسن بطلش انسان اس ماران تاسان الحكومة تاس طلاش مشور كي تم اسن صاري فرار الله تعالى اسن شكون شراب دم تندو هيد لمن الملخ الجو هيد رمض العالمين فرماز كنس بعد شويك هكو بران مكتم ساطن فتو افسر مكتم ساطن فتو او سمسان بعد شهد كي او سلتم سباهد القهار خالق يقاي ناس بعد شهد يمسن القهار مش كنت دم بد بشان شنك امة مسلمة امة خيورنا جبالا يجيس أمة مسلمة سأقر مشت رو دينك سر بلند خاطر بن خلما أشنس تيار كران كي بن زهانة أشنس تيار كران كي بن إلما أشنس سي استعمال كران كي بن تخواس نس مزبوط بنا من كي دينك سر بلند خاطر تتقام سماط تتقام سترسوي تمي قول جاسن أنهر شي قول ياسن بجاسن دبال ساس إندس قامس خطر سوي ياسن ام بتفرمو فإنه رهبانية الإسلام يسكان دبانش بكرا درويشي بسن ببنا درويش خار رتا يجو زهن المزغمو اور وجه شيها عالمو كن سبان كي كا انسانوس كيل كرا كا انسانوس ننگا ننگا سا يوس مجنون لوكو وني مسولي خداي يتبول إجبار أسنوس تكون مدرحمن صوبات دير دي بناوس عبد الرحمن قلندر قلندر تمشند آره بنو جهاز الشريعة تخبير يبو فلور ميرقصو بقاشاني تمسند زدار صندر تيم كبر پرستيز غصا صوص بنيوش جسمو سد مشاو تمن قبرس قبرن بوسا سنخرا قبرن طوافا سنخرا انبت انسان دبار يهك سهي انسان اسد كي أمة إسلامية قرآن شمس فنان محمد يربي شمس فنان صحابة شمس فنان رسول شفرمان يهيك نصحي أسد كي يمس سبق السخراء عدابة غير نفوض كي يمس بدعة السخراء عدابة غير نفوض كي صحيك نملي خدايا أسد كي رهبانية فرمان فإنه رهبانية الإسلام إسلام اسمه رهبانية الله تعالى سنجيني جخوت الطيار غصور الله تعالى سنديني مجي خاطر لرو إسلام كي بقاء كي خاطر وعليك بالذكر الله الله تعالى سنذكر كرزو وتلاوة القرآن قرآن مجيد استلاوة كرزو فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض قرآن مجيد استلاوة ذكر إلهي دنيا مسكريته آسمان مسكريته عزت عطا آسمان مسكريته باعث الرحمت عطا زمين مسكري باعث عزت مسائل عطا شيخ الباني رحمه الله كان بيان سلسل هذه السيئة من هريس ما ساست بنسوي مليس إنسان كيف شم سنجا إم تخبا كزري يسمى الله تعالى كرد كرد كرام جاتا سجي حوي سجي بسيرة أردوس ترافيكو يجيز مدينة الثريت يتخوى انتهى ضروري ونحن بتاكر استرابيك اسم ان شاء الله كن ساتني موقع يتخوى كوتر ضروري رونين امة كوتا اوي امي قبان باند كرنا يت امة مسلمة ساوان بار بار تخوى تخوى ام بروش امة باند ام 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 بروش امة بنجر زمير يتخسن كيل يتسقال اسن تخوى يتسقال اسن السودش بمار امة مسلمة اسن جنير نكي
انت سقالس نبير الشرميت بمار لرنكي ضيوش يتش بمار مال انت ماجن لرنكي يمال ضيوش بني بني القول المشتنوريان يتوك لباس اسمس بكال عصال اروسكي بابكو يه مسائل هاي دبانت ناس يالچو غلط من يحكه يش ضيوش يتش مالنا عبد الحق باب البوري رحمه الله مربارا لباكستان خوز انتهاي الزبر قصار اسلخا بانشن مبرمت كي بندوس اسمي من البوس بوزان مسندي آغاز يكيسر دون امن واقع نواب حسن خان باباري انتهاي الزبر قصار مسمني لحطوز يوس ما اصفر تبلیغ را امس مطلق شیخ البانی فرمان چه امسنس کتاب پر جو نواب حسن خان باپاری سنس یو سماس فرال واز تبلیغ اسمس شیع ام بد بیان کران امس آف سرال دیوز کوز کو امسن خاندار انتو سس اصلی نواب انیس ام کور امسید خاندار یو سوری دولت لج بات اسلام از بخار ام بیان کو ام چی سوری ام بد کور ام خاموشی شنا دیوز اس کران definition divan ke define karan ke em sus khandar inte ke pareshan yuta bor alim em mat shows vas em sto gnat lafsa jawab do yel majma maklo em sus khandar ina dem sto yel sto gnat lafsa jawab sto gwin dem sus mens pata dem sus kya si pata dem sus do yus kos na bui kya si sikna varni ni asa Allahu akbar ما مش انتهي خطرناه اگر نسبا خاندار من پر نظر تاونه که اش صرف حجم روف کرن خاندار نه مستوراتن صرف بڑی بڑی آواز کرنه که من حکم ده دین تیم احساسات رود نسیاب که دین تیم مسائل رود نسیاب که یه موجود ده اسپنین بچه سانین بچن کرخ پرورش اشکرت ایمان شفاظت مسائل فوق مگر این من خاندان من مطلق زن من مطلق امت مسلم است مکلو احساس این من خطر چون امت نشد کردن خطر تیار که تا دوست کرد فیکو یه چیز مدل است تیز تخلو کن ساتاش انشالله مام لیکر کرد بیان اور یوس من کس صد کر فطر مسائل چه باز دمام پر وقت است پر نماز مگر نتونم فکری وقت کا پیر سوم هستی تبرال صد کر فطر مدین موتی از بی صد که فطر کس خاص مستش یت ضروری بچند صد که فطر چه فرض هر کس مسلمان است یت رسولی خدا اینا تفرض صلی الله علیه و آله فرض رسول الله زکات الفطر صد که فطرش این مسائل زکات الفطر یک فرض رسولی رحمت الله کرده طهور صیام من اللغو و رفس ایش صیام است مزیم لغز شاد ایم غلطیات ایم شتت پاک کرده وتومت للمسكين اور مسكين خضر چی کن بنا اور امیک اصلی مسئلہ چی ہو ایگس مسكين چون دارون من لگان کے ان دارون من لاجت بن اس گڑ مصیبت کو مت کھال نی نہ مدد اسنس بلائے ڈی ایم سی تے اس بچو اس مسكين لگا اور روز دارا چی ضروری دین احناف بس تو چی ایم اس پر صاحب نصاب اس مگر یہ مسئلہ چن احناف صحیح کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمان اس نے بدنی زکاۃ اس نے مال زکاۃ کی اس بدنی زکاۃ اور یہ کس غریب است پر چو امیر است پر چو اور ام سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی وسن فرمو روز شمس با گسا مسکینن شمس کن چن ملان تی ماسن ایز تو پیران حکر حکر کے تی من مل کن اور دیم چیز ام چ دادو پروت ہی وان دین اس نے صحیح مسئلہ کے بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت چرن سوچ اصل مسئلہ یہ ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی وسن سمجھمت اس صحابہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طریقو سے امام بخاری رحمہ اللہ کرم بیان کان یتون قبل الفطر بیوم او یومین یا اس اک دو برونڈ دیوان نہ تے سو دو برونڈ سی اتر دو برونڈ دینی صدقہ فطر امرونڈ میں دین کے اور مسکین اور صدقہ فطر کیا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اس جس تم ساتن اناج اس تے کشمش اس شبوس خزروس اتر زقادم اور حجاز سا کے اعتبار چڑائی کلو گسا اور اتفرچ امام احمد بن حنبل امام مالک
إمام الشافعي يم تيمام أيمة الصلاصة يم دبان صرف شكنا يودل أتلنا الرقم كي اور بہترین مسل شہور اگر آز مومن کرن یہ زند سنتی ان کرن کھین امس پانس کھسان چھ دائی پلو اس پنی اعتبار اس دیو کھان چھ گرس اندر تمول آس کھوال خزر آس کھوال باسمت آس کھوال ادین تمی اعتبار دائی پلو ایکس ایکس بچس کھسی بلکی یوس ایز دو صبح اعتزال ایز نماز برون برون شریع اعتبار چھ امس دی اہلی علم و لخبوت امس دی خیصہ یہ سب کیفیت اور یہ گیس بچ دیون اور اس مالک آس مالک آس آس غلال اور ضرور چھو اس مالک چاہ سا امام مسلم رحمہ اللہ فرمایا فرمان لیس بالعبد صدقت الا صدقت الفطر فرمو مالک اس پر چنو قلام سے زکاة فرض کے اگر چھے الا صدقت الفطر صرف سا صدق فطر اس مالک آس تنسا آس گر اسم نوکا تمس ضروری پنس مالکس خاطر کرن صدقہ فطر اور مالن چیم زٹھ اصل تمن بچن خاطر صدقہ فطر کے مسائل اور یہ کریں تمل کی صورت اس میں اس تمل کھوان چھے یوس امنداز کھوان چھ کوشتر چھ کھوان باسمت چھ کھوان سوی چیز کریں استعمال سو چھ بہتر تا افضل یہ کریں اس سنت بیز اور امام ابو حنیفہ چھ اجازت دم رقم ہے کرت اگر ضرورت پہ مگر من بنو یہ عادت بنو قانون یہ چن کہیں یہ چیز کرنے خاطر تیار اگر سوری انن پن گرس مس یہ تاسن پن سن دوس بھی مین عزیز شاگرد آسن تمن آسے تے ڈراما آس بہر آس یا ریڈ آسے تے تھمس ہر کا نفر انن پن ڈائی ڈائی کلو یہ سمی مس واریا یہ بنی واریا امپتے کی مسکین دیت اور یہ مسکین آسن غرابا آس تم ہیکن یت تمن ہے کہ اجتماعی صورت اس مس دیت اتھے کہ مستمل ملے ربین مسئلہ آسنے مسکے الا اہل علم شکن اگر واریا ضرورت پہ تمن ہو ست اس نے ضرورت کے ام چیز تم لش تے اسن کون سے ضرورت تم تے من ہکو اس کر یت من صلاح الدین یوسف تش یت من کہ عربی کہ علماء تش یت من توفۃ الاحباب جک شاریا ابی در مبارک پوری تش لکن اگر ضرورت پہ اگر تم ساتن تمن سوز نقد برای کی نہ ضرورت پہ تمن پس تم ساتن نچ بہترین صورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ سن اور احسن احسن صورت چھ ہو از کریو سنت بے زندہ انشاءاللہ رحمان کہ اس سنت سند کرے اللہ تعالی اس نے تم سبق ہے واری صحیح مقام اللہ تعالی کرتے مس بہترین اجر عطا تو یہ چیز مد نظر تھے یہ تا اسن تم پن پن یس کھن اسن یہ تم لا سان انشاءاللہ رحمان تو سکر جمع تم مسکین میں بہترین پر اللہ تعالی کرتے من تے آباد انشاءاللہ رحمان اور ام پت یوس ایز نماز آس اگر اللہ تعالیٰ عنایت کر یہ نماز آس اگر جمعہ اس عید تو انشاءاللہ سعاد ست آس انشاءاللہ ایز نماز سعاد ست آس ایز نماز انشاءاللہ بس بس صورت تی اگر رود ہو اس تیلی مسجد مزے کر اگر تاپ اس انشاءاللہ موسم صحیح ابر اس کے ابر آلود آسمان اس نے کے رود کے آثار اس نے کے تیل پران سے اس گراؤنڈس میں نماز ان شاء اللہ عید خاص میں ساری پر افضل ترین نماز پڑھن اور ہم ساتھ عید خاص مسلمان سے تم ساتھ جیز مسجد میں نماز پڑھن کے یاد تھے اور ہم ساتھ عید کا اس نے کے تم ساتھ ہر کا تم ساتھ یہ ضرورت مست آسان تم ساتھ جیز بزن اگر سو تم ساتھ تمس حلال اس نے کے اگر تمس تم ساتھ کہیں تو چیز تم ساتھ تو یہ چیز مد نظر تھے سعد ست آس ان شاء اللہ نماز سری مسلمان کرن کوشش پنہ جائے سری سری واتن تک زیادہ زیادہ ثواب یہ ماجہ بن تہ آن تم پردے کن مسائل مزہ بے پردے کن مسائل مس ان کے اتر لگت ان کے تم متن اتر کے مومن متن اتر مسلمان مرد متن اتر اور یم چیز مد نظر تھے یم امک سنت کے مسائل تم چھان پن علماء نش کتاب پرم یہ کیا سنت عید نماز ہند تم کرن ادا ان شاء اللہ اللہ تعالی سن فضل تے احسان اس پروردگار عالمین اس منگو دعا پروردگار اس ان گنہن کر مغفرت سن دعا بن کر سب سن صحبن کر مغفرت پروردگار اس بیمار تم اس بخش شفا ہسپتال نظر بیمار شفا گھر نظر بیمار شفا لا الہ اس بیمار شفا یا اللہ یم دود مت شی دود اس مزامت ہیں واری ہا چ دود سوال کرم دے سر سواری ہا کالو کر گما سن مول ہے شبما سن ماج چ بیمار سن بن چ بیمار اساس بن تیم یمن اولاد چکی اور بوش ترسان یا اللہ اس کر اولاد عطا یا اللہ کیم اس نے کہ روتا اس تم اس کر سراوا یا اللہ تم اس کر سراوا پروردگار اس گھر اس میں بیمار تو شفا یا اللہ واری اس نزلت البیمار
ناوش سمحمن کے اے اللہ سچو سانان تینن بیمار میں انسالا یا اللہ تیمن سار نی کر دادن دوا تینن سار نی مرزن کر شفا اے اللہ اس شیط سے بگر کنس مگا اے اللہ اس یم ساتن تی مصیبت ایوان سے بگر کنس جسو اے اللہ اس شیط تکن صرف چون کنے اے اللہ پنی ربوبیت کے پاس پنی کریمیت کے پاس پنی عزت و جلال کے پاس اے اللہ یم دردن مزام چھین تینس دردس کر دوا تینس مرزس کر شفا پروردگارا بیکارم سوز کار دوا بیروزگارم سوز دوزگار اے اللہ سون سیام کر قبول سون روز کر قبول سون قیام کر قبول پروردگار عالمین ایم اعتقاف اس مستیون قیا اعتقاف کر قبول پروردگارا سون اس کر تخوا عطا پروردگارا تقوش نیمت کر عطا تقوش بصیرت کر عطا سانن اولادن کر حفاظت سانن بچین کر حفاظت یا اللہ ناری جہنم کی نش یا اللہ تم کی سکتی نش کر عذاب تم کی پروردگار عالمین تم کی خرمی نش کر عذاب پروردگار نبی اوسی پناہ منگن اللہم انا نعوذ بک من النار یا اللہ ابو سی پناہ منگن جہنم کی نارش یا اللہ اسرش جہنم کی نارش پروردگار جہنم کی آزادی مسائل کر عطا پروردگار از بچا او سانن مال الماجن ہز گرد از ناری جہنم پروردگار ایم گزرے تم کر مغفرت عطا یا اللہ واری اشمن دو نظر تلیوان پن بزر نظر تلیوان یم پتم سیام یتی اساسا یا اللہ پن بزر مام سو بیس ہمیش و ستی حسان یا اللہ مغفرت کر ساتا یا اللہ مغفرت کر ساتا تم سید خاندار نے کر مغفرت عطا پروردگار عالمین سین اشنا ہیں ایم تی مسائل پروردگار جم گزرے تم کر مغفرت عطا پروردگار میں نانی بڑی بس کر مغفرت عطا یا اللہ اسار نے کر مغفرت عطا ایم سمول موج مود مت چی اللہ تم کر مغفرت عطا یا اللہ ایم سکوری من سے تم کر مغفرت عطا ایم شوری مودی یا اللہ تم کر مغفرت عطا یا اللہ ایم پنن بوس مود تم کر مغفرت عطا اے اللہ اس پر کر پن فضل عطا ایمس اولاد مودی تمس کر مغفرت عطا پن باب پن بیاگ بو اس شوقت اس بن کر شوقت آمد یا اللہ تمس کر مغفرت عطا کونی مولت موش یا اللہ کونی سعاق یسوس یا اللہ تمن کر صبر جمیل عطا بیاگ تو اس پن بیاگ لکو پن عزیز شاگر شوقت آمد اخور یا اللہ تمس کر مغفرت عطا یا اللہ اس آز گزرو اس بچور ایکسینیڈ اسمز مرنا شراب چنک سورت صدر اے اللہ ہم سن شرن کر پن مروت عطا پر انہیں احسان کر ستا پروردگار پن دستگیری کر خطا پروردگار تمس کر مغفرت عطا ایم اس نظرن تل چی اللہ اس کر مغفرت عطا پروردگار ایم نے اسم کے زیار چی تمن تکر مغفرت عطا کل امتان محمد اس کر مغفرت یا اللہ ایم یہ دوران شہید گئے یا اللہ ایم چانی وقت مس گئے واقعی صحیح انداز صدر یا اللہ تمن کر مغفرت عطا پروردگار ایم اس پڑ گزرے تمن کر مغفرت عطا تمن کر مغفرت عطا یا اللہ اس پڑ کر پن فضل عطا پروردگار پن کرم کر عطا ہدایت کر عطا ایم اس میں کان تم شک سا سا یا اللہ ایم اس میں کان سی دوک تم شک سا دوک سا یا اللہ اس کر میں مصیبت ان شاء سا ایم ظلم نش کر عذاب یا اللہ چوو مری وش من ظلم وچا چوو وش مری وش لاش وچا پن سو مری وش وچ اے اللہ پن اسم پامال گسا جوان ہندی عزت کا پامال بزرگن ہندی عزت کو پامال کفار ہم سو مستوش پہ مانجا یہ تا زورن مہن زنانم سے اجتماعی اسم دری گئے یہ کہت گئے مسجد